فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة. على الهوى كنتم مستمعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والبركة. حياكم الله في برنامجكم أسولف معنا، معاكم من الآن وحتى الثانية. مثل عماني كل يوم نتناقش حول هذا المثل، نسولف حول هذا المثل، نسعد جدا بمشاركاتكم مستمعينا. أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، وأحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. وحياكم الله. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف نلتقي فيها رباعة، سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية على الهواء. قصة اليوم: ذهب ليخطب وإذا به يصطحب من له قيمة وقدرا بين أهالي منطقته. لماذا؟ خجلا واستحياء من أن يبوح بهذه الكلمة وأن تصدر منه هذه الكلمة أمام أهل من أختارها زوجة له. وفي مثل هذا الموقف وفي مثل هذا المقام قيل له تهدئة له كلمة تستحي منها بديها. هذا هو مثل اليوم. مواقف كثيرة والمواقف عبارة عن قصص قصيرة تمر علينا على السريع ولكن نتعلم منها الكثير. مثل اليوم عزيزي المستمع: كلمة تستحي منها بديها. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر بيد ساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر بيد ساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر بيد ساع البريد، بيد ساع البريد. وحتى الثانية على الهواء سولف.
إذن عزيزي المستمع، مثل اليوم كلمة تستحي منها بديها. يمكن حالات كثيرة يقال فيها هذا المثل، مواقف كثيرة يطرح فيها هذا المثل. مثال في حالة أنك محتاج لشيء، تريد تطلب من شخص حاجة معينة محتاج لها ولكن مستحي، أو أنك تريد تدين مبلغ معين كذلك مستحي تطلب. أيضا في المقابل يمكن شخص أخذ منك مبلغ وتدين منك، وأنت الآن مضغوط وحاب تسترجع هذا المبلغ، ولكن أيضا في هذا الموقف تكون مستحي. فيقال لك كلمة تستحي منها بديها. لاحظوا أن جميع الحالات تدل وتشير إلى الكلمة الحلوة اللي فيها استحياء، تستحي. ويمكن كلنا نعرف أنه من الحياء يصدر كل ما هو جميل، لأن إن لم تستحي فتفعل ما تشاء. أهلا بكم مستمعينا وحياكم الله، وأهلا بمشاركاتكم سواء كانت باتصال أو رسائل نصية أو تغريدات على آت جنرال راديو. معنا عبد الله العبري، مساء الخير. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. تشكر على البرنامج يا أخي. تسلم، بارك الله فيك. حياك، سهلا، تفضل. يعني المثل صراحة زي اليوم، الكلمة اللي تخجي منها بديها هي. بديها، نعم. أيوة، يعني مثلا إذا كان بين كلمة شخص مثلا في موضوع يعني ما أخجي منه صراحة. هي كلمة عادي يعني، وبديها الكلمة، وبدي الكلمة واللي هلاك. نعم. كما يقول لي يعني ثقيلة أو الكلمة الكبيرة يعني. نعم. ما أجلس يعني كما أقول مثراري أو مخجة أو كذا. أي موضوع مثل أي حاجة بيني وبينه حاجة مبالغ أي شيء. نعم. أو موضوع يعني ما أخجي منه. جميل. هي بكلمه وصارح أنا بأي حاجة. نعم. أيوة، الخجة ما كما أقول خجل ما منفع، ما يسوي حاجة خجل. نعم. أيوة، الإنسان عنده كما أقول أهم شيء يعني يصارحه بالأشياء يعني، ودائما تكون المصارحة في الشيء الجميل ترى. يعني حتى الشخص اللي دائما يوجهك هذا التوجيه يكون شخص عاقل كبير في السن مثلا. هي صحيح. نعم. طيب، أشكرك. تسلم. تسلم يا عبد الله، شكرا لك، مع السلامة. اليوم حاصل شوية خلط، يعني يمكن حتى في حالة أنك تريد توجه مثلا انتقاد كلمة ما مقبولة، هنا تلقى حتى الناس يقولوا لك والله كلمة تستحي منها بديا، هو ما مستحي أصلا. فحاصل هذا الخلط، يعني مثل هذا المثل كان يقال في حالة أن الواحد فعلا مستحي وفي موقف جميل وكلمة يريد يوجهها ولكن ما قادر. يعني ناخذ اتصال. السلام عليكم. راح. طيب، رسالة تقول شكرا على البرنامج الطيب. رسالة من طارق بن علي العوادي من تونس. أهلا وسهلا فيك يا طارق، شكرا على متابعتك وأيضا تفاعلك معنا عبر الرسائل النصية. ناخذ عبد الله المشرفي، مساء الخير. مساء النور والسرور أخت عايدة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف حالك؟ عزاك بخير. الله يسلمك، الحمد لله. نوجه لك أجمل تحية والتقدير، والتحية موصولة لأنس المشيفري وحمد الحديدي والمخرج المبدع سيف بن سالم الجرداني. نعم، تفضل يا عبد الله. أهلا وسهلا. الله يفضل عليك. مثالك اليوم كلمة اليوم أحسن عن الثاني. البارحة كان المثل غاب عن بالي. شكلك ما كنت متابعنا، لكن احنا لا مثلنا. لا والله متابعنك والله. نعم، الواحد لما ينضغط بالفعل ينسى، لكن خليك في مثل اليوم يا عبد الله، كلمة تستحي منها بديها. يعني الصراحة يعني مثل اليوم يعني صحيح، الكلمة اللي تستحي منها بديها. نعم. يعني أي شيء يعني مخيل منه وتصارح، يعني صارح الشخص الذي قاصدنه بالفعل. وعندنا مثل عماني القديم يعني يقول اللي ياخذ بتعمه ما يجيب عيال. نعم، اللي ياخذ. نعم، اللي ياخذ بتعمه. نعم، عندي فكره. ما يجيب عيال لانه يستحي منها. لا، نعم، كيف يجيب عيال؟ وهذا يعني صراحه تماثيل زمانيه
هي أمثال الله يرحم جداننا وأبانا الذي جابوا هذه التماثيل القديمة، ونرجو من الأشخاص الذي يتابعوا هذه البرامج كون يتوعوا من هذه يعني البرامج هذه الأمثال لازم على هدف الدل. نعم أشكرك يا عبد الله، تسلم تسلم، مع السلامة. هي أمثال يا عبد الله، أمثالنا جميلة، وعلى فكرة ترى مثل ما حصل أنه يحصل أيضا خلط في تفسير هذه الأمثال، ويمكن يعني نضرب هذه الأمثال على مواقف حتى ما لها علاقة بالمثل نفسه، ونبدأ إحنا نصدق أن هذا المثل يعني هذا الموقف. والمثل مستمعينا جزء من يعني تاريخنا، من إرثنا، أيضا من تاريخ الإنسان العماني، ويعني وهذا كان أبلغ ما يعبر به عن المجالات أو جوانب حياته اللي عاشها والمواقف الكثيرة اللي عاشها، كذا اختزلها في حكمة معينة، في مثل تحمل يعني هذه الحكمة أو هذا المثل خلاصة تجربته. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ عايدة؟ الحمد لله تمام. معاش أبو فيصل جمعة بيسال من دابي. يا أهلا وسهلا فيك يا جمعة. مثل أمس يقول اللي ما يطول أنا حافظ عنه يقول. أيوه هذا مثل أمس. أبو ناصر أشوفك إن أيوه هذا مثل أمس. أبو ناصر منك نسألنا أمس ما حافظ منك. نعم. أيوه والمثل اليوم يقول الكلمة اللي تخجل منها بديها قبل. نعم. يعني أنت توقف في موقف حرج مع إنسان وتشوف أمرك أنك الكلام اللي يزيد الحاجة اللي بقى تقولها بها قولها ذيك ساعة قبل قدامه ما تقولها بعدين. أيوة فهذا يقول أن الكلمة اللي تخجل منها بديها قبل بديها، والعادة الخجل يكون ترى والاستحياء يكون في الشيء، يعني الكلمة زينة بس أنت ما قادر تستغل هذا الموقف وتقول الكلمة في وقتها يمكن. صحيح صحيح. نعم. لكن الأفضل الأفضل لك أن تقول هي قبل وبعدين الكلام الثاني، أن يكون عاد خاص يكون الكلام الثاني يكون نعم. عادي معك. جميل أشكرك يا جماعة، تسلم، مع السلامة. معنا مسلم الرحبي. اي نعم، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك يا مسلم. صحة والعافية، حياك الله. والله مسلم خفض على صوت المذياع عشان نسمعك وتسمعنا زين. ان شاء الله ان شاء الله يا عايد ان شاء الله. مو اخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. والله طيب المثل هذا اليوم، هي أمثالنا كلها طيبة الحمد لله. والله وأنتم طيبين وأنتم طيبين، يعني هذا تراث تعيدوه للأبناء واجب. بس أنت بعدك ما خفضت على صوت المذياع عشان أسمعك زين. والله المذياع قاصر لي آخر درجة. عقب كيف أنت جالس في مكان فيه صدى ولا إيش بالضبط؟ ما أعرف والله ما أعرف. ما سمعتينك سمعيني توابح؟ أسمعك ما علي، خلنا نكمل خلنا نكمل المكالمة يا مسلم عشان ما ناخذ من وقتك. نعم خلنا نكمل المكالمة عشان ما ناخذ من وقتك يا مسلم. إن شاء الله إن شاء الله، هذا مثل زين يعني الكلمة تسحى منها بديها. نعم. وشي مثل مثلين يقول ما ينفع صديق إلا وسط الضيق. وسط الضيق نعم. ومثل ثاني يقول كثير من الخلان يوم تعدهم ويوم النائبات قليله. صحيح. مثل واحد صديقك ويضحكي لك وأول وتالي ويوم جيل يوم جيل حزة يقول ما عارفك يجعلك من نقطه من خلف الثاني. نعم حياك يا عايدة. الله يحييك يا مسلم، شكرا لك، مع السلامة. معنا محسن التوبي، مساء الخير يا محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. المساء عليكم، المساء على الأخوان المستمعين وطاقم البرنامج، مساك الله بالنور. بخصوص المثل اليوم تفضل. المثل هو يدل على الصراحة صراحة، يعني يدل على الصراحة. نعم. يعني متى نقول مثلا هذا المثل برأيك؟ إيش هي الحالات والمواقف اللي إحنا ممكن يعني نضرب هذا المثل فيها؟ المثل هو يضرب في أولا أن الإنسان لا يجامل، الشيء الثاني لا يكون مثلا يكون صريح مع صديقه أو مع المجتمع. هذا لأنه هو يدل على أن الصراحة تكون دائما الإنسان يكون صريح مع أي نوع من الصراحة، حتى لو كنت مثلا نوعا ما يعني قاسي، نوعا ما عندك انتقاد قوي تجرح ممكن الطرف الآخر. هو ترى الإنسان دائما أنت لو ما يعني كنت صريح عنده كنت أنت ما وصلت إلى حل أساسا يعني. نعم بس محسن أنا في يعني بحثي وسؤالي عن هذا المثل ومتى يقال هذا المثل،
المعروف أنه المثل هذا قيل ويقال دائما في حالة أنك يعني مستحي من قول كلمة مثلا جميلة، في مثل يعني في موقف مثلا أنك رايح تخطب، رايح يعني تطلب دين مثلا من أحد، أو أنك تسترجع دينك في مثل هذه المواقف. اليوم حصل خلط، يعني ممكن في أي موقف حتى لو أنت كنت معصب على الثاني وحاب توجه له كلام مثلا قاسي وتجرحه، يقال هذا المثل اليوم للأسف أنه والله كلمة يعني مستحي منها بدي أقوله. صح، ترى هو نوع من الصراحة، إذا أنت ما كنك لو ما قلت له ما كنك سويت شيء أساسا. هذا الخلط اللي صاير الحين، بس المثل كان يقال في الحالات الجميلة يعني. هي هو بس المثل هو يدل على انه هي كما قلت لك هي اهم حاجه الصراحه، ويكون الانسان ما دائما غير مجامل. نعم، لانك انت ما لو ما صارحت هذا الشخص وظليت انك مخبي عليه حاجه، يعني انت ما وصلت الى حلول عنده يعني. جميل، شكرا يا محسن، بارك الله فيك. تسلم. طبعا هي الامثال كذا تحمل ايحاءات كثيره، واليوم احنا يعني يمكن احيانا نتمسك بايحاء معين انه والله هذا المثل يقال في مثل هذه الحاله. في اتصال يا اخذ الرسائل النصيه، رساله تقول سعيد السيابي شكرا لمشاركتك. ايضا أبو حكيم الدبدوب صحار يقول يوم يفوت الفوت ما ينفع الصوت، وفي الصراحة راحة. شكرا لك يا أبو حكيم، هي مشاركات جميلة. أيضا في ناس يشاركون عشان يعطونا أمثال وحكم. أيضا رسالة تقول مساءكم حياء وعفة، الحياء لا يأتي إلا بخير. هناك مفهوم خاطئ لهذا المثل، هذا المثل لا يشمل الكلمات العنيفة ولا البذيئة، ولا يشمل حتى الكلمات المقصود منها النصيحة. و لأن بعض النصائح العلنية فيها فضائح. الرسالة من حسن الرزيقي، عليك نور يا حسن. حسن فاهم متى يقال هذا المثل، في حالة يعني يقال لا يشمل الكلمات العنيفة ولا البذيئة، ولا يشمل حتى الكلمات المقصود منها النصيحة العلنية اللي فيها فضائح. بالعكس المثل كان يقال يعني في حالة أنك تشعر بحياء ولكن يعني ما قادر تقول، فهنا كان يقال للشخص أنه يعني كلمة تستحي منها بدي الحياء. إحنا قلنا يعني الحياء يعني لا يصدر منه إلا كل جميل، والعكس إن لم تستحي فتفعل ما تشاء. أيضا رسالة تقول مساء الأنوار الأخت عايدة، مشكورين على البرنامج الشيق، أحسن الإنسان يواجه بالكلام. الرسالة من أبو عباس العجمي، وأغلى تحية لكم، تسلم، شكرا لك. خلنا نشوف تويتر سريع، اللي حاب يتواصل معنا عبر تويتر مستمعينا مباشرة يدخل صفحتنا إذاعة سلطنة عمان وحسابنا جنرال راديو. طيب خلنا ناخذ فاصل مستمعينا وراجعين. اشتاق لك واكتب شعوري معاني، وارسل
مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم سولف معانا، ونسولف اليوم حول مثل يقول كلمة تستحي منها بديها. وندخل مباشرة على المكالمات. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. نتكلم إن شاء الله اليوم المثل هو بشكل عام قريب من الصراحة. نعم، معنا نور الدين صح؟ نعم نعم تفضل. نعم حقيقة احنا يعني عندنا قصص وعندنا معاناة كبيرة نتيجة تغيب ثقافة الصراحة في جميع أمور الحياة والرغبات والتعبير والمشاعر والحقوق كذلك. نعم. وطبعا هناك العديد من السلبيات نشاهدها في البيوت وفي المدارس وفي العلاقة الزوجية وفي المجتمع نتيجة التربية على ثقافة تغيب الصراحة. يعني حقيقة تغيب هذا المفهوم تجعل الإنسان غير قادر على المواجهة والتعبير عن رغباته ومشاعره والمطالبة كذلك بحقوقه. وكما نعرف يعني صحيح اللي قال إن الصراحة راحة. حقيقة إن الصراحة تريح الإنسان وكذلك تشفي النفس عندما تستطيع أن يعبر عن شعوره ورغباته في نفس الوقت. وفي النهاية لازم نعرف من أين تبدأ الصراحة وأين تنتهي. جميل. طيب إحنا ليش دائما نحاول نغلف الصراحة؟ يعني ليش الصراحة يعني إحنا ما نتقبلها؟ هي عدة أمور، سواء كانت تربية أو تربوية أو سلوكية أو ثقافة النفس الإنسان نفسه أو منطلقاته الفكرية أو التوجيهية. ولكن الإنسان يميل أكثر إلى شيء، إلى المجاملة. نعم. بشكل عام يميل إلى المجاملة. كل ما جاملت الشخص أكثر، كل ما تتقرب إليه أو تحس أنه مفتاح للولوج إلى قلبه أو عاطفته. يمكن لأن يعني الصراحة أو في الصراحة هو توضيح لجزء أعمى فينا، وإحنا عادة يعني ما نحب نشوف الجزء هذا، فإذا يجي شخص يوضحه لنا إحنا يعني نتحسس نوعا ما. هذه شخصيات، من شخصية إلى شخصية، سواء كانت شخصية نرجسية أو شخصية واقعية. نعم. يختلف، عنده ذوق آخر من هذه المجاملة. يعني في ناس عندها ذوق للمجاملة، تذوق المجاملة أكثر عن الصراحة، وشي ناس لا، شي ناس صريحة.
حب انا لازم اعرف الشخص اللي يقف امامي كيف اخاطبه، هل اخاطبه اول شيء بالمجامله بعدين بالصراحه، هل من حيث انه يتقبل نصيحتي، وفي النهايه وفي نهايه الكلام الانسان دائما يكون كالطبيب. يعني اي مريض ياتيه ما يعاتبه ليش انت اكلت هذه الاكله او تصرفت هذا التصرف، مباشره يوصف له العلاج والدواء، يصرف له الدواء وخلاص وانتهى. يمكن هو بالفعل يعني احنا مفهومنا كيف للصراحة، ويعني وفي المقابل في ناس تبحث عن من يصارحها، يعني حتى لما تتأخر عليها في ملاحظة معينة يقول لك يا اخي حرام عليك، انت ليش ما خبرتني من زمان، كنت عدلت نفسي، كنت طورت نفسي مثلا. نعم الصراحة تختلف من 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 موقف إلى موقف. نعم. مثلا الصراحة في الحياة الزوجية مهمة جدا. يعني معظم القضايا الزوجية، العلاقات الزوجية سبب انهيارها عدم الصراحة حقيقة. نعم صح، أشكرك. شكرا. يا نور الدين تسلم. مع السلامة. مشاركة جميلة. أكيد في تغريدة من الغلا تقول مسي عليكم بالخير، أهلا وسهلا يا الغلا. أيضا جمعة المسعودي يقول الكلمة اللي تستحي منها بديها، ولكن بشرط أن تكون في الإطار الأخلاقي وأن لا تتجاوز الخطوط الحمراء. كلام جميل، شكرا لك. إلى عبد الله الطوقي، مساء الخير. مساء الورد يا عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف صحة وأخبار؟ الحمد لله، الله يسلمك. أحسنكم طيبين على كل حال. هلال الهلال يسلم عليكم. الله يسلمه. وصلت عساها بخير وبعافية. الحمد لله بخير، أهو نقوله شوية حقاً أحسن. الحمد لله رب العالمين. واليوم صراحة راحة. اليوم لا، اليوم كلمة تستحي منها بديها. يعني أنا كنت مشغول شوية عن رياع، وبعدين سمعت الشخص اللي كان متصل قبلي أنا. نعم أيوة، ما شاء الله عليه يعني. نور الدين ما يقصر. نعم فمثلنا هو اليوم يقول كلمة تستحي منها بديها، هو كذلك يعني الكلمة معناتها الواحد يعني كلمة تسحي منها بديها، معناتها أي طلب من أشخاص آخرين يعني ما تجلس تجاملهم تعطيهم مجاملة ولا منافقة. نعم. يعني مجاملة معناتها النفاق. نعم، ادخل مباشرة. أيوة يعني على طول يجلس يجامل ويجامل ويجامل معناتها هذا النفاق. والنفاق يعني من أنواع الكذب. نعم، هو في فرق ترى حتى بين المجاملة والنفاق. يعني المجاملة هو من 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 أدب الكلام، ويعني أسلوب لطيف جدا عشان تظهر محاسن الغير، لكن النفاق بالعكس تظهر يعني عكس ما تبطن. صدقيني يعني كثير من المجاملات تكون غير صحيحة، تراها عبارة يعني تجي ما فيها مصداقية. نعم، هي تعتبر انها نفاق اصلا، يعني مش مجامله. ايوه حتى لجان المجامله صح. يعني احنا عشنا بالعمل يعني مده طويله، وشفنا ما شاء الله كثير مسؤولين عندهم مجاملات وعندهم كذب. نعم. وعندهم نفاق وعندهم كذا، ويحبوا يتصدقوا. نعم. يتصدقوا ويرفعوا نفوسهم مع المسؤولين اللي اكبر عنهم. وما شابه ذلك مع الأسف الشديد. نعم. يعني نتمنى يعني المواطن أخو المواطن ولا الأخ حل أخوه وحل صديقه يشتروا كذا يعني كعمانيين كوطن معروف بشهامته وبأخلاقه. كلهم فيهم الخير والبركة يا عبد الله كذاك. نعم أشكرك. نتمنى إحنا خير بلدنا، يعني الإنسان يخدم بلده ووطنه وسلطانه حتى يعني بقلب يكون مفتوح نقي. نعم ونقي. نعم المحبة يكون عارمة وليست يعني كلام يقوله الناس وهو غير صحيح. نعم أشكرك يا عبد الله. وبعدين اليوم مثل أيوة. خلالة وغلة وخسارة الزين في محلة. عيد المثل. خلالة. أيوة. ومزغلة. مزغلة ها؟ أيوة مزغلة واختارت الزين في محلة. جميل أشكرك يا عبد الله. تسلم. مع السلامة. أيضا مستمعينا في تويتر يعقوب الدرويشي
يقول المثل كلمة تستحي منها بديها أفسره عندما أكون مضطر لشيء ما وأتردد في طلبه لينقذني من المحنة أو ما اضطررت إليه. بالفعل حتى عبدالله ترى أشار إلى الطلب، يعني في طلبك لا تتردد بمعنى أنه يعني خلك مباشر على طول وقول طلبك يعني مباشرة من غير ما تتردد. نروح لرسائل النصية. طارق بن علي العوادي، الكلمة اللي تستحي منها بديها يضرب مثل اللي أو يضرب هذا المثل للمكاشفة والمصارحة التي من شأنها تصفية النفوس وكشف ما تخفيه الضمائر. تحية طيبة لعايدة وجميع الفريق. شكرا لك يا طارق. أيضا رسالة تقول مساء الخير، شكرا لبرنامجكم الجميل ومستمتعين ومستمعين إليكم بصمت. شكرا للمرسل، جميل استماعكم لنا، نقدره جدا، وأيضا نقدر تفاعلكم معنا سواء من خلال مكالمات أو رسائل نصية أو تغريداتكم عبر تويتر. معنا أبو قيصر، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. من خميس كيف حالك؟ الحمد لله بخير. عليكم بخير. الحمد لله. عافاكم الله. الله يسلمك. أمس زين، أمس مثلا ما واحينا علي هذاك مال هذا. أشوفك ما اتصلت يا أبو قيصر. ما اتصلت أمس. خط ما حصلنا. ما حصلت خط ها؟ حامضة وحلو أبو أمس. هي يقول اليوم ما ينطالها قال حامضة. إيه مثلا هو بيقول إذا استنوا ما هذا ينطال الشحنة يقول خالصة. أيوة صح. ومثل إذا هذا تعلقت في السرية، إذا أبي شيء تعلق في السرية ما هذا ولو هذا ما تحط له. نعم حلو. ومثلكم هذا زين طيب الحمد لله. تسلم. هذا إنسان يصحي هذا يخرج كلام على هذا جماعته أما على أقاربه. هي. أما يقرر الإنسان بالمذهب والدين. نعم. هي. أشكرك يا أبو قيصر، تسلم. تسلم بارك الله فيك. ترى أحيانا حتى يعني تكون أنت في بعض المجالس، ربما في بعض حتى قاعات دروس مثلا، عندك بعض الكلام الطيب ولكن متردد فيه، هنا لا يعني أعطي كلمتك ربما تكون هذه الكلمة منها الفائدة. أيضا معنا حمد البطحري. خفض على صوت المذياع يا حمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمد خادم حريز البطحري معك. يا هلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. يا مرحبا. تفضل يا حمد. ايش موضوعكم؟ اليوم مثلنا يقول كلمة تستحي منها بديها. كلمة تستحي منها بديها؟ ايوه. اي نعم. متى يقال هذا المثل يا حمد؟ انا قال والله يعني الشخص يعني عندما تستحي منه ولا تخبره في الصراحه او شيء. انا ما يعني ما استحي بخبره في الصراحه، بقول له والله صراحه بيني وبينك انا بعاتب عليك بالكلام الفلاني، بخبرك بغيت ترضى وتزعل صراحه بعطيه. والله اذا انت ترضى حد يجي يتكلم معك بهالاسلوب. لا شوفي اذا شخصي عارفه نصوح، إذا شخص نصوح عندي وصح يعني ما أريد يضحك علي، فهمتي؟ يجاملني أو شيء. زين ممكن الشخص اللي أنت بتروح تقول له الكلام ينظر لك نفس هذه النظرة. لا لكن الشخص يكون عارف اعتباري عنده وعارف يعني مستواي. أيوة فهمتي؟ فعند ثقة الشخص الناصح يعني في شخص يمكن يجاملك ويضحك عليك. أما نعم. شخص لا يرجعك يشوفك أنت غلطان أو شيء. أيوة ينصحك نصاح على وجه الله صح يعني. صح أشكرك. أوكي. يا حمد. فأنت عندما تفكر في الصراحة تعرف مستوى الشخص هذا كيف كلامه يعني بعين الاعتبار. وحياكم. الله يحييك. شكرا يا حمد، تسلم. مع السلامة. سالم الشعيبي معانا، مرحبا. مرحبتين أخت عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب والله ما شاء الله عليكم صراحة، تعيدون إلى التراث القديم، إلى الماضي الجميل. الماضي الجميل. نعم نعم. بالنسبة للمثل هو كلمة تستحي منها بديها، هو مثل يعني يضرب في الشخص، مثلا إذا شخص قصد لشخص معين مثلا
يريد منه حاجة أو ما أخذ من عنده حاجة ويريد يسترجع الحاجة هذه، نعم. فما يجلس يتردد عليه ويجي مني ومني نصار يقول لي يا فلان أن أنا باغي الحاجة الفلانية من عندك سواء مبالغة أو سيارة أو ما أشبه ذلك. نعم، يعني لاحظ أنه كأنه المثل يعالج عندنا مسألة التردد. أيوة جميل. يعني أنت ما تتردد في شيء مثلا يخصك أو شيء أنت ذاهب إليه من مصلحتك، وليس في أشياء هي ممكن تضر الشخص هذا، مثلا كلام غير جميل أو غير جيد تتكلم مع الشخص. نعم. جميل، أشكرك يا سالم. طيب والله تسلم على المشاركة. تسلم. لاحظوا أنه البعض يعني على طول أول ما يسمع المثل يعني يخيل إليه هذا الموقف، أنه الواحد مستحي يطلب شيء، متردد يطلب أو يسترجع حاجة عند الآخرين، لذلك يجي على طول يقولنا لا، المثل هذا يقال في مثل هذه المواقف. عبدالله المقباري في تويتر يقول يسعد الله مساكم، يوم جميل، الجو مغيم، ننتظر رحمة الله تنزل علينا، نتمنى أن تكون أمطار خير وبركة. يا رب الله يسمع منك يا عبدالله. ناصر الزيادي تغريدة تقول تحية مسائية على أسرة البرنامج وجميع المستمعين، ونشكركم على هذه الأمثال الجميلة والمفيدة التي تذكر الجميع على الواقع. جميل. أيضا هذا كان واقع أجدادنا، يعني هذه كانت نظرتهم، هذه كانت خلاصتهم لتجاربهم في ذاك الواقع. ناخذ اتصال. مرحبا. كيف الخير؟ الحمد لله تمام. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. معنا عبد الله الكندي. نعم أخباركم؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. مثالكم طيبة. الحمد لله. تردد هذا المثل يقال في التردد، ها؟ أنت ذكرت في السابق أنه إلى في من شان أمور الزواج يتقدم للزواج وغيره. في المثل هذا. أيوة. يقول هو صاحب مثل إيش قائل؟ يقول مع الخطبة اللسان رطبة، إذا كان هو سائل الأول. نعم. يكون أول اللسان طيبة. أيوة. وتكون متواضعة. نعم. ويكون كل شيء. وأما من شأن الشخص يكون مثل سائل صديق وغيره، بغى يطالبه في مبالغ، وبغى عنده سلفة وغيره بفلوس مبالغ. فيقول ما ترك الذنب ولا معالج التوبة، أحسن من أول يعطيه كلام مقتنع. أيوة. ولا بعدين يكون يطالب مبالغه ولا يحصل على ما بغى يدور في الخصومة. أيوة. ويكونهم أصدقاء من أول سابق الأصدقاء. صح. وهو معروف يقول الصديق مع الضيق، يعني إذا كان بغى طالب منه مبلغ وهذا صديقه. نعم. هل يقول محتار منه؟ هل يقول لما تفضل المبلغ؟ نعم. وهل يقول ما عندي مبلغ؟ لكن يستعمل الأول أساليب طيبة وأخلاق، يقول أحسن أن أعتذر منه ويعطيه كلام مقنع، يخرج عنه بكلام مقنع. حسيت كذا بإيحاء في كلامك أنه حتى المثل هذا يقال في حالة أنه عندك شروط في مسألة معينة في البداية. عندك شروط، لكن مدام أنا عندي شرط ترى هي ككلمة أو شروط أنا مستحي منها، نعم، لكن ببديها. أيوة هو صحيح، الشروط. نعم. نعم. هذا قال دار الشروط ودار يتكلم، يمكن يقول له أنا ما وافق فيه. نعم. ما كذا أقول له أنا صح وافق فيك، لكن عباره هو إلى داري بينه ويتدخل في الشروط، ما يقول كأن الشخص لك يحس أنه كنا ما واثق فيه. نعم. لكن إلى عطاء كلام مقتنع وأغطاب أساليب مقنعة، حتى يكون الشخص لك يصير مقنع مع زميله، ما يكون في بينه ويا حساسية. جميل. هذا بما أنا أشوف الرأي هذا. تسلم يا عبد الله. شكرا لك، مع السلامة. والله يعني نقطة حلوة هو أثارها، أنه حتى لما كان الواحد عنده شروط حتى في يعني مواقف الخطبة والزواج وكذا، مع الشروط الواحد يشعر نفسه أنه يعني ينحرج أنه يعطي يعني في الخطبة، يعني ينحرج أنه يعطي شروطه، ولكن في هذا الموقف أنا لازم أعطي اللي عندي، والكلمة اللي مستحي منها أبديها. أقرأ تغريدات. تغريدة من أبو ناجي يقول أرى أن المثل يدعو للتوازن بين ضرورة الصراحة وأن لا تتطور للوقاحة، بل يجب أن تكون محاطة بالاستحياء. كلام جميل يا أبو ناجي. أيضا تغريدة ثانية من ناصر الزيادي
يقول تحية مع يوم مميز بتاريخ 5/5/2015. ترى أنا أقول للحين ما حد تكلم عن ذا التاريخ. ويقول دروب السلامة على الجميع وعسى تكون أمطار خير وبركة ويا رب أمين ومساءكم أمثال شعبية مفيدة لكم. شكرا لك يا ناصر. طيب فاصل قصير ونراجعين مستمعينا. مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم سولف معنا. مثل اليوم يقول كلمة تستحي منها بديها، يعني في حالة انك قلق متردد ما قادر توصل معلومتك كلمتك شروطك مثلا طلبك تسترجع شيء من شخص معين، هنا كلمة مستحي منها بديها. وذكرنا مدام يعني المثل في كلمة مستحي هي معناته انه يعني في استحياء، في شيء جميل، يعني موقف جميل اصلا، ومستحي تعطي الجميل ما عندك اصلا. طيب تغريدة من نجيب الحسني يقول مساء الخير عايدة بعد انقطاع او عودة بعد انقطاع طويل، ويقول المثل اللي أول شرط آخر نور، وتحياتي لكم ولجميع المستمعين برنامج إيش لا والشباب لا مستمعي البرنامج. هو صح بس أنا ما فهم الكلمة الثانية.
ولي شباب لارسن، ما فهمت. طيب عموما شكرا لك يا نجيب. معنا حمد العلوي، مساء الخير. مساء الله بالخير اخت عايده، كيف حالك؟ بخير. مساك الله بالنور، الحمد لله انا بخير. وكيف الربع والجماعه اللي في الاذاعه من اولهم لاخرتهم طال عمرك؟ كلهم بخير الحمد لله رب العالمين. ممكن تفتحي لي شويه مجال كلمتين الى معالي وزير السياحه، يعني تهنئه على زيارته على يمكن، مع انه يعني البرنامج شويه انا عارف ان هذا البرنامج انا يعني انا عارف ما نردك، هذا ما يعطي على هذا، ما نردك يا حمد، وكلمه تستحي منها بديها يعني اخلي ولا اكمل؟ لا لا كمل انزين، بس باختصار. جزاكم الله خير، اسمحوا لي عاد علي يعني باخذ شويه من وقتكم. تفضل. انا اول شيء اقدم تهنئتي وتبريكاتي الى طال عمرك وزير السياحه، معالي وزير السياحه، بزيارته لولايه يمكن في المهرجان اللي قام في يمكن، واشكر غرفه التجاره والصناعه في الظاهره، واشكر على اللي قاموا من جميع العاملين في داخل في المهرجان اللي صار في يمكن. نعم. وجزاكم الله خير، فتحتوا لي هذه الكلمه بتكلم شرطه اعمال سلطانيه. تسلم يا حمد، يعطيكم العافية. الله يعافيكم، جزاكم الله خير، كونوا مسامحين على يعني خذينا من وقتكم. مسموح يا حمد، مسموح. وهذا صحيح، الذي هو كلمته اللي الواحد يستحي الكلمة يعني يستحي منها، الذي يجي يبقى منك حاجة ولا شيء يتكلم مرة واحدة يقول له اسمح لي ان الموضوع هذا ما عندي. مثل ما انت سويته، وكنت مستحي تعطي كلمتك هذه اللي كانت يعني في فؤادك حابة توصلها لوزير السياحة، ولكن احنا قلنا لك كلمة تستحي منها بديها يا حمد. ايوه نعم، قلتوا لي طال عمرك. نعم. قلتوا اخذت لكم من وقتكم، اسمحوا لي عاد التقصير. مسموح يا حمد. جزاكم الله خير. شكرا لك، تسلم. مع السلامة. ناخذ اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ. مساء النور، من معانا أبو سعيد البلوشي طال عمرك. يا هلا وسهلا فيك يا أبو سعيد. الله يسلمك، برنامج شيق وجميل، عشان الكلمة اللي تستحى منها مثل يقول بديها. نعم، برأيك يعني متى نقول هذا المثل يا أبو سعيد؟ والله المثل قال هذا، إذا أنت أعطي شخص مبلغ مثلا وتبقى مستحى منه أن تقول له في كلمة قلت شعر أو كلمة قلت يوم تخبره. نعم. تقول له ومستحى منه تكلمة بعدين ما شاء الله صارها. نعم، يعني برأيك في حالة ترددك في توجيه طلبك مثلا كذا. نعم نعم نعم، أشكرك يا أبو سعيد. تسلم، مع السلامة. رسالة تقول أتجاملني وتضغط على نفسك ليش تضايق خاطرك من جابرك زعل واضح من عيون، والرسالة ما اكتملت ولكن واضح انه كلام جميل. شكرا لمرسل هذه الرسالة. رسالة من احمد المعمري يقول لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. شكرا لك يا احمد. ايضا من جديد طارق بن علي العوادي يقول احبكم في الله يا جلالة السلطان ويا شعب عمان، وهذه كلمتي بديتها وانتو متى بتبدوها. شكرا لك يا طارق، شكرا على هذه الرسالة. نجيب الحسني يقول لا تطلقنا القول في غير بصر، إن اللسان غير مأمون الضرر. شكرا لك يا نجيب. مستمعينا أشكر كل من شاركنا، كل من تواصل وتفاعل مع مثل اليوم، وكل أيضا من استمع إلينا. أتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله، نلتقي في الغد. كان معكم في حلقة اليوم، كل الحلقات إن شاء الله، فريق العمل عايدة البلوشية وأنس نمشيفري وأحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني، ومع السلامة. حاربت عيني كراها يا علي والله تراها، ملعنة يلي بداني ولروحي واشقاها. حاربت عيني كراها يا علي والله تراها.
عتن تيمتني وملكتني في هواها ملك ملي في دعم في الأمارة وانتهاها من فتاة تيمتني وملكتني في هواها ملك ملي في دعم في الأمارة خصرين تسلم نقبلت بدر انتباها لونها والجيد ماخذ وصفري من في فلاها هايف الخصرين تسلم نقبلت بدر انتباها لونها والجيد ماخذ وصفري من في فلاها صيده واعتناها كامله لو صاف حسن.